السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، وكذلك مستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. حياكم الله ويا هلا. يا مرحبا بكم، حياك الله نبدأ. مشاهدينا الكرام حياكم الله في حلقة الليلة اللي نتابع مع بعض فيها مواضيع مهمة مع ضيوف مميزين، إلى جانب مواكبة اليومية لأبرز الأحداث والفعاليات. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم، معالي رئيس مجلس الوزراء يدشن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022. توقيع اتفاقيات عسكرية بين القوات المسلحة الأميرية القطرية والجمهورية الإيطالية. انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من معرض قطر الدولي للقوارب. وفي البداية دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022 التي تأتي في إطار سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المتعاقبة. وحضر مراسم التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلو الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وكافة المشاركين في إعداد الاستراتيجية. معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يطلق رسمياً استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022. تلك الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات المجتمع القطري نحو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. إنما تطلبه المرحلة الراهنة مواجهة كافة التحديات ومواصلة التطوير الخطط التنفيذية لتحقيق المستقبل الذي نتطلع عليه، بما يرفض النمو ويعزز زخمته ليعكس مردوده بشكل إيجابي على الاقتصاد، بما يعزز القدرة على التعامل مع جميع المتغيرات بفاعلية ويحقق المصلحة العامة. والاستخلاص العبر والدروس تبرز أهمية الفترة القادمة وعدم التهاون فيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي يستلزم تكامل آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم من خلال التعاون والتنسيق لجميع مسؤولي القطاعات للتحقيق من الالتزام بالخطط والاستراتيجيات ومطابقة ما يتم تنفيذها وإنجاز ما يقابل مقابل ما يتم إنفاقه. وزير التخطيط التنموي والإحصاء الدكتور صالح بن محمد النابت عرض خلال الحفل الركائز التي تعتمد عليها الاستراتيجية الثانية بعد إطلاق الرؤية الوطنية، مبرزاً دور الوزارة المتمثل في تطوير وإدارة الاستراتيجية. دولة قطر تمر كما تعلمون بفترة حاسمة من تطورها الاقتصادي والاجتماعي ونضجها المؤسسي، وقد جاءت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لتدفع نحو تحقيق هذا التحول في كافة قطاعات الدولة وعلى كل كافة المستويات، حيث نتطلع خلال الخمس سنوات القادمة إلى تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات، وخصوصا تلك الاستثمارات الموجهة نحو الأنشطة ذات الإبداع والابتكار وذات العائد المرتفع، وبالذات الأنشطة المتعلقة باقتصاد المعرفة. بعد الحفل الرسمي عقدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤتمراً صحفياً ترأسه سعادة الوزير وحضره عدد من المسؤولين والأكاديميين المشاركين في إعداد الاستراتيجية. هناك توجه واعي من قبل الدولة أن إشراك القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي في النظر لهذه الاستراتيجيات أو المقدمة من القطاعات المختلفة. يعني دولة قطر الآن مع الحصار كان لابد الآن إن القطاع الخاص يأخذ دوره ويأخذ دوره بقوة، ولكن كذلك يجب أن نحن نبحث عن النوعية، نبحث عن الكفاءة والجودة. وقد شارك في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية
أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية وأكثر من 150 عضواً، وتولت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عمليات الإعداد الشاملة للاستراتيجية. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 وأهميتها، معنا في الاستوديو الدكتور جمال اليافعي، مدير إدارة التخطيط التنموي والاجتماعي في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. يا مرحبا وسهلا فيك. يا حياكم الله. شرفنا. الله يشرفك. مرحبا دكتور، حياك الله. دكتور، بالبداية لو تعطينا نبذة شاملة عن ملامح الاستراتيجية. هذا بالنسبة للاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022. هذا الكتاب. طبعا هي مشت على نفس نهج التنمية المستدامة اللي أسست رؤية قطر الوطنية 2030. نعم. وبالتالي صار التركيز على كافة القطاعات أو الركائز التنموية، التنمية الاقتصادية والبيئية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية. ممتاز. فهذه أهم الجوانب طبعا. والكتاب هذا شامل طبعا هذه الاستراتيجية نفس الوثيقة فيها طبعا كل الاستراتيجيات القطاعية. في جانب استدامة الازدهار الاقتصادي عندنا ثلاث استراتيجيات، فيها التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، إدارة الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. نعم. دكتور، لو نتكلم شوي أكثر عن الكتاب، أكيد أن المشاهد وده يحصل على هذا الكتاب، وين ممكن يلاقيه وين ممكن يحصل على هذا الكتاب؟ بالنسبة طبعا جميع وثائق الوزارة اللي خاصة بالرؤية واللي خاصة بالاستراتيجيات القطاعية الأولى وهذه الثانية، بالإضافة إلى نشرات إحصائية ونشرات يعني دراسات وأبحاث، كلها موجودة على موقع الوزارة، يعني ممكن الحصول على نسخة منها PDF. وهذا شيء مهم جدا أن الجميع يطلع على هذه الدراسات وخاصة الوثائق الاستراتيجية، لأن هي أساس العمل في القطاع الحكومي يعني. نعم. دكتور، لا يخفى على الجميع أن هذه الاستراتيجية جاءت في وقت حصار جائر على دولة قطر. لو نتكلم عن هذه الاستراتيجية، ما مدى إسهام هذه الاستراتيجية في إفشال، خلنا نقول، أو تحبيط هذا الحصار الجائر على الدولة؟ طبعا بشكل عام يعني الاستراتيجية هي منهج عمل مثل ما ذكرنا رؤية قطر الوطنية ل 2030. نعم. فهي خطة موضوعة طول هالفترة، في بتكون ثلاث استراتيجيات مرحلية. نعم. المرحلة الأولى كانت 2011-2016، المرحلة الثانية 2018-2022، وبعدها 2023 إلى نهاية الفترة. ممتاز دكتور، احنا بنتعمق أكثر في تفاصيل هذه الاستراتيجية للأمان لأنها مهمة ووقتها جدا مهم وإطلاقها، لكن بنطلع مع مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير ونرجع. مشاهدينا، فاصل راجع لكم، خلكم معنا. حياكم الله مجدداً مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل نرجع لنتابع حديثنا مع ضيفنا الدكتور جمال اليافعي، مدير إدارة التخطيط التنموي والاجتماعي في وزارة الاقتصاد التنموي والإحصاء. مرحبا بكم مساء دكتور. حياك الله. نفداك دكتور. من قبل شوي، يمكن قبل أن نطلع فاصل، كان ودنا نستسب أكثر في نقطة أن هذه هي الاستراتيجية جاءت في وقت الحصار، وأيضا كيف تساهم في كسر هذا الحصار. طبعا الاستراتيجية هو عمل منهجي يعني لفترة 5 سنوات. نعم. وبالتالي يعني موضوع الحصار الجائر يعني جاء في وسط استعداداتنا وإعدادنا للاستراتيجية نفسها. نعم. وأكيد طبعا جهود الدولة في مجال مواجهة آثار الحصار كانت صراحة متميزة وإيجابية وخارج التوقعات اللي كنا يعني طبعا احنا متوقعينها. نعم. والحمد لله أن ما كان في أي شعور بهذا الجانب أن في تقصير أو في جانب يعني مثل في أي مجال. ولكن وهذا استعداد طبعا للتخطيط له، يعني مواجهة أي تحديات. الاستراتيجية أصلا يعني موضوعها مواجهة التحديات. نعم. على المدى البعيد هذا تحدي يعني ما كان موضوع في الحسبان، ولكن مع ذلك يعني استطاعت الحكومة أنها تواجه هذا الشيء بشكل يعني ممتاز. الاستراتيجية طبعا أكيد لها دور أنها بتعزز الجوانب الخاصة اللي صار فيها تركيز على الأمن الغذائي
على الاكتفاء الذاتي، هذه المواضيع كانت في الحسبان من قبل، لكن صار الاستعجال فيها أكثر في الفترة الحالية لأن صار في تحدي يعني يواجهنا في هذا الجانب. نعم، كنا مثل ما ذكرت أن الاستراتيجية صار لها 5 سنوات يعاد لها، فهذه الاستراتيجية أصلاً وجدت وخططها وضعت قبل أن يكون الحصار، ولكن الحصار أسهم في زيادة خلنا نقول الإسراع في الوقت مثلا لا أكثر ولا أقل، ولا الرؤية مثل ما هي موجودة من زمان. الاستراتيجية طبعا إعدادها مش 5 سنوات، هو إعدادها بدأ في نهاية 2016 رؤيتها لخمس سنوات، لكن هي رؤيتها أن تواجه التحديات لخمس سنوات 2022. ممتاز. فهذا جاء أثناء الإعداد ويمكن أخذناه في الحسبان، فكل القطاعات خذت هذا الموضوع وخاصة الجانب الاقتصادي كان في الحسبان آثاره وكيفية مواجهته، والحمد لله أن المواضيع أصبحت يعني في إطار إن شاء الله المواجهة. نعم. وفي مشاريع وبرامج في هذا الجانب كانت يعني في السابق وأصبحت مستمرة، وفي مشاريع جديدة. نعم، وأيضا التنمية المستدامة وضعت في عين الاعتبار في هذه الاستراتيجية. لو نتحدث شوي عن هذه الاستراتيجية وكيف رؤية تخطيط التنمية والإحصاء في تحقيق هذا الهدف. طبعا الأساس رؤية قطر الوطنية 2030 اللي هي تحويل يعني دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، وأيضا على تأمين العيش الكريم لشعبها من جيل إلى جيل. فهذه جوانب مختلفة، يعني التنمية المستدامة لها مثل ما ذكرنا في البداية أبعاد اللي هي التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كذلك هناك عندنا في مجال اللي هو يعني التأمين العيش الكريم، هذا جوانب لها علاقة بالصحة، لها جوانب الحماية الاجتماعية، جوانب خاصة بالثقافة، في أمور كثيرة. وفي الجانب الأخير اللي هو طبعا من جيل إلى جيل، بحيث أنه ما يكون الاستفادة من جوانب التنمية الاقتصادية فقط لجيل واحد، لازم أن احنا نخطط للاستفادة على مدى الأجيال المختلفة، بحيث أن كل الأجيال يتنعم بفوائد التنمية الاقتصادية في الدولة. ممتاز. يمكن ذكرت أن هذه الاستراتيجية تقريبا شاملة لكل الأهداف، تحقيق الاكتفاء الذاتي، التنمية المستدامة، أيضا رفع مستوى الرعاية الصحية، رفع مستوى جودة التعليم، والحفاظ أيضا على البيئة. هذه الأهداف كلها تتحقق في الشراكة والتعاون بينكم الجهات الأخرى. خلينا نتكلم عن مدى الشراكة والتعاون بينكم الجهات الأخرى لتحقيق هذه الأهداف في الوقت المحدد والوقت المناسب. طبعا إعداد الاستراتيجية مر بمرحلة كانت هناك المجموعة الإشرافية، وهي مكونة من مديري إدارات الجودة والتخطيط بالجهات الحكومية، وفي مجموعة الاستشارية طبعا ممثلة من منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، وأيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإلى جانب المؤسسات التعليمية. نعم. وطبعا هذه المراحل اللي مرينا فيها في مسألة الإعداد صار في تناول مناقشات بخصوص فرق العمل، كيفية مواجهة التحديات المختلفة، مشاركة الجهات المختلفة. تقريبا كان في 50 جهة حكومية شاركت في إعداد الاستراتيجية، وتقريبا 150 شخص ما بين يعني مسؤول وخبير وباحثين وأخصائيين شاركوا في الإعداد. هدف المشاركة الصراحة أنه في مواضيع مشتركة، يعني في مواضيع لازم يكون الجميع على اطلاع فيها، يعني مثلا ما نتكلم على مواضيع الصحة داخلة في أكثر من جانب. نعم. الصحة داخلة في التعليم، التوعية داخلة. صحيح. في الثقافة داخلة، في الأمن والسلامة. نعم. كذلك الجوانب اللي خاصة مثلا بالمخدرات، هذا لها علاقة بالأمن والسلامة. صحيح. ولكنها لها علاقة بالصحة ولها. أكيد. علاقة بالتعليم. نعم. فوجود أكثر من شخص من أكثر من جهة يساعد في عملية عدم تكرار البرامج والمشاريع في أكثر من قطاع لتحقيق نفس الهدف. فيكون عندنا هدف واحد، لا، نخلي جهة معنية هي تكون صاحبة هذا المشروع. نعم. والجهة الداعمة تدعم في عملية التنفيذ. ممتاز. أفضل ما يكون في يعني تعدد لنفس الأهداف أو لنفس تنفيذ المشاريع في أكثر من قطاع. هذا جانب مهم صراحة، وأيضا يعني يعزز من الأدوار، يعني كل
في الوزارة يعني يكون لها دور في تحقيق الهدف. وأيضا اختصار الوقت في تحديد الهدف، خاصة إذا كان هذا الشخص من هذه الجهة وله الخبرة الكافية لتقديم مثلا أشياء مفيدة، فتكون من الشخص نفسه من خبراته تكون أفضل وشمولية أكثر. أكيد، لأن الخبرات متنوعة يعني. نعم، ذكرت في حديثك أيضا القطاع الخاص. القطاع الخاص نحن نتحدث عن مقيمين ومواطنين أيضا، لهم دور كبير وخاصة في الفترة هذه في تحقيق التنمية المستدامة وأيضا الاكتفاء الذاتي، وفعالين جدا وخاصة في ما بعد الحصار، بعد إتاحة الفرص الكبيرة اللي مثل ما نقول بضارة النافعة في هذا الحصار. لكن خلنا نتحدث شوي ونركز على القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، كيف لهم دور في تحقيق هذه الأهداف والاستراتيجية؟ والله دور القطاع الخاص مهم جدا صراحة، والدولة تنبهت لهذا الجانب من الاستراتيجية الأولى، مش فقط في الاستراتيجية الثانية. هذا طبعا يعني كان من ضمن الرؤية. فدور القطاع الخاص يعني يأتي في مسألة التشجيع للصناعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في هذا الجانب. في عندنا جانب آخر الاستثمارات الأجنبية، جانب مهم. وإحنا نتكلم طبعا عن تنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، هذه استراتيجية يعني خصصت لهذا الجانب. فهذه يثبت ان للقطاع الخاص دور مهم في هذا الجانب، والدوله تسعى ان يكون له يعني في المستقبل ان شاء الله دور كبير في عمليه رفع التنميه الاقتصاديه. نعم، يمكن تنتهي الاستراتيجيه التنميه الثانيه مع استضافه قطر مونديال عام 2022. لو نتكلم عن البنيه التحتيه وجاهزيه الملاعب والامور هذه كلها، كيف ممكن تساعد في انهاء المشاريع في مواعيدها، وخاصه أن في تركيز كبير من قبل الإعلام ومن قبل العالم كافة على استضافة قطر للمونديال 2022؟ طبعاً يعني من ضمن إعداد الاستراتيجية، وهو طبعاً إعداد مبني على منهجية التخطيط المبني على النتائج. نعم. هذا يتضمن أن تكون الأهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس، وأيضاً لها إطار زمني، لأن هذا يساعد في عملية يعني قياس مدى التنفيذ. لما نحدد فترة والله انتهاء من تنفيذ مثل مشروع معين في 2020، فأنا هنا حطيت يعني مجال أني أنا أتابع هذا الموضوع. هذا جانب في الأهداف. أيضا في مؤشرات أداء لكل مشروع، أن نسبة التنفيذ في كل جانب، وإحنا شايفين الحمد لله رب العالمين يعني المشاريع البنية التحتية يعني ماشية بشكل طبيعي ومستمر، والملاعب أيضا يعني مستمرين في بنائها، وهذا على الخط المرسوم. ومثل ما قلت لكم يعني المؤشرات هي أساس المتابعة في هذه العملية. نعم، للأمانة التحدث في هذا الجانب، ملاعب بعضها شبه جاهز الآن وأكمل حتى أكثر من 75% من مرحلة الإنهاء، بالإضافة إلى التميز في الملاعب من ناحية الشكل، من ناحية البناء، من ناحية حتى الاستفادة من الملاعب بعدها. يعني ما كانت الأهداف فقط بناء ملاعب واستضافة، إنما أشياء يعني فعلا اللهم لك الحمد تميزنا فيها بهذه الاستضافة، ونسأل الله التوفيق. ولكن دعنا نتحدث عن رؤية قطر 2030، لديها ركائز أربعة، هذه الاستراتيجية كيف تسهم في تحقيق هذه الركائز الأربعة؟ والله مثل ما ذكرت أنا في البداية، طبعا احنا في مراحل، يعني خلصنا من المرحلة الأولى ولله الحمد، وهذه المرحلة الثانية، وعندنا المرحلة الثالثة. يعني هذه الاستراتيجيات هدفها أن في كل مرحلة لها تحديات مختلفة. مثل ما ذكرت أنت الحصار هذا وصل في مرحلة يعني جانب في هذا الجانب، يمكن بعد 5 سنوات في تحديات مثل تكون اقتصادية، بيئية، اجتماعية، فهذه كلها تساهم في تحقيق الغاية اللي ذكرتها أنا في البداية. يكون دولة متقدمة على كافة الأطر، يكون فيها تأمين العيش الكريم بكل الجوانب، يعني يكون صحة عالية ومستمرة للمواطنين والمقيمين، ويكون في تعليم، يكون في عمل. هذه كل الأمور يعني إن شاء الله نتمنى أنها تتحقق من خلال تنفيذ الاستراتيجيات. الله يبيض وجهكم، هذا التعاون الجميل بينكم وبين الجهات الأخرى، وهذا الاجتهاد الطيب الأمانة تشكرون عليه، ونسأل الله التوفيق لكم. واجب قلبا وغالبا معاكم بإذن الله، نترقب منكم كل جديد إن شاء الله. الله يبيض وجهك الدكتور جمال يافع، مدير إدارة التخطيط التنموي والاجتماعي في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. شكرا لك ولتواجدك. شكرا لكم على استضافتنا وإعطاء الدور لوزارة التخطيط لتوضيح جوانب الاستراتيجيه. حق واجب، مكانكم ومحلكم. الله يبيض وجهكم. الله يعطيكم العافيه. جزاكم الله شر يا ابو علي. ما تشوف شر انا هداك. سلامات. مشاهدينا الكرام، نطلع معاكم فاصل قصير، راجعين لكم، خليكم معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. شاهد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة وزيرة الدفاع الإيطالية توقيع اتفاقية عسكرية متنوعة وذلك على هامش معرض ديميدكس. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. شهد اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمديكس 2018 توقيع العديد من الاتفاقيات، وذلك بحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيدة روبرتا بينوتي وزيرة الدولة للدفاع بجمهورية إيطاليا، حيث تم التوقيع على اتفاقية عقد شراء 28 طائرة هليكوبتر من طراز NH90 مع الشركة الإيطالية ليوناردو، إذ من المتوقع أن يتم البدء بتسليم الطائرات قبل 2022 على أن تسلم جميع الطائرات عام 2025. سعدنا اليوم بتوقيع على اتفاقية شراء طائرات حديثة NH90 طائرات الهليكوبتر الحديثة. هاي تعتبر أحدث الطائرات اللي موجودة إن شاء الله في المنطقة وفي العالم جميع. راح يكون هناك مقسمة، هنا جزء منها راح يكون مخصص للإسناد البحري، هي للمراقبة البحرية وإسناد القوات البحرية والمحافظة على السواحل ومن أي اختراقات أو أي أمور تحتاج لها إسناد القوات البحرية. راح يكون مميزة الطائرات هذه أنها قادرة للتعامل مع كافة الأمور اللي على سطح البحر من بواخر من سفن من أي تهديد، بالإضافة إلى أنها قادرة للتعامل مع الغواصات، وقد تكون هذه الطائرة الوحيدة اللي في المنطقة القادرة على التعامل مع الغواصات في المنطقة. بالإضافة إلى هناك في أقسام منها أو جزء من الصفقة هذه راح تكون هناك في طائرات خاصة للإسناد العمليات الخاصة والقوات البرية وكافة الوحدات الثانية، بالإضافة إلى الوحدات العملية الثانية اللي موجودة في قواتنا المسلحة. فهذه دفعة كبيرة جدا لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة كلها إن شاء الله في الوقت القصير جدا إن شاء الله. ومن ضمن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الدفاع ممثلة بشركة برزان القابضة اتفاقية مع الشركة الإيطالية بيريتا القابضة التي ستسلم 24,700 بندقية من طراز ARX-160 وARX-200، ومن المنتظر أن يتم تسليمها في شهر مارس من العام المقبل. وفي شأن آخر، تتواصل في درب الساعي تجهيزات الانطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي في نسخته 34 الذي يبدأ الأحد المقبل تحت شعار حياتك أمانة، يستمر حتى 24 من الشهر الجاري. مشاهدينا الكرام، للمزيد حول آخر استعدادات وأبرز فعاليات أسبوع المرور في نسخته الحالية، معنا في الاستوديو الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور. يا مرحبا ومسهلا فيك، شرفنا. يا مرحبا، الله يحييك. حياك الله يا محمد. مرحبا ومسهلا. دائما الأمانة هذه الفعالية مميزة جدا في اختيار الوقت وأيضا المكان، درب الساعة المحبوب لدى الجميع. لو نتكلم عن آخر استعداداتكم لانطلاق أسبوع المرور. الحمد لله رب العالمين، استعدادات قائمة على غدا مساق في مهرجان أسبوع المرور 2018 تحت شعار حياتك أمانة. الكل يعرف أنها راح تقام في موقع درب الساعي المعروف. نعم. والمحبب لدى جميع أهل قطر والمقيمين. استعداد قائمة إن شاء الله، راح يكون فيها تجهيزات خاصة من معارض، من تجهيز سوق واقف كامل إن شاء الله، راح تشوفون شيء طيب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله الفعاليات راح تكون كلها في درب الساعي، ولا هناك فعاليات في الإدارة، هناك في المدارس؟ المهرجان كمهرجان احنا تعودنا انه يكون كمهرجان، المهرجان راح يكون في درب الساعي. هناك فعاليات في المناطق الخارجيه، الكل يعرف ان مرور الشمال راح يقام عنده فعاليات، مرور دخان والشهانيه المناطق عنده راح يقام عنده فعاليات، وايضا مرور الجنوب اللي هو تابع للاداره العامه للمرور راح تقام فيها فعاليات مختلفه. بس المهرجان الاساسي اللي احنا اللي يلم الجميع اللي هو كل من كل دولة قطر راح يكون في درب الساعي إن شاء الله. تطلعنا أكثر عن الدول المشاركة إن شاء الله في
المهرجان. طبعا هالسنة راح يكون مرور قطر راح يقام تحت رعاية قطرية كاملة. احنا راح سنويا راح يكون يعني الاحتفال به سنويا عندنا، لكن هالسنة راح نكون احنا متواجدين من ضمن الفعاليات الموجودة، من ضمن الجهات الوطنية الموجودة عندنا. إن شاء الله راح يكون أفضل من ذي سابق، إن شاء الله أفضل إن شاء الله، وراح يقام مثل ما كان، يعني ما في أي تغيير له بالنسبة للفعاليات، بالنسبة للأمور الموجودة عندنا. ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى في درب الساعي الأساسي وفعالية اليوم الوطني كان أيضا حضوركم له بصمة وله تأثير وله تميز من قبل الفعاليات الأخرى اللي موجودة في درب الساعي بالنسبة لليوم الوطني. والآن أتوقع دائما ما تكونوا مميزين كالعادة مثل ما تعودنا عليكم، وأيضا لنا تغطية مستمرة معاكم إن شاء الله في أسبوع المرور. لو نتكلم عن الشعار حياتك أمانة، ما هي دلالات هذا الشعار والهدف منه؟ طبعا حياتك أمانة على الفكرة، هذا تصميم قطري وتم من 2016 عرضه على الأمانة العامة دون مجلس التعاون من كل الدول. نعم. والحمد لله فازت دولة قطر بأفضل شعار اللي طبق على جميع دول مجلس التعاون لمدة سنتين 2017، وراح يكون السنة هذه له راح نستمر فيه. أما موضوع الشعار حياتك أمانة، حياتك أمانة بالنسبة لك أنت، بالنسبة لعائلتك هذه أمانة، حياتك أمانة أيضا بالنسبة للآخرين، حياتهم أمانة بالنسبة لك. كل جميع مستخدمين الطريق يجب أن تكون يعني في علم الجميع أنها أمانة عندك، أنك تحافظ على جميع مستخدمين الطريق، من طفل، من شيبة، من مرة، هذه أمانة عندك. وأيضا بالنسبة لنفسك أنك تحافظ عليها من خلال التزامك بقوانين المرور والسلامة المرورية وعدم السرعة والأمور هذه اللي أنتوا عارفينها، هذه أمانة لنفسك. وأيضا من خلال عدم تجاوز هذه القوانين والعبث بها أثناء استخدامك للمركبة في الطريق، حفاظا على حياة مستخدمين الطريق الآخر. نعم أبو محمد، ممكن خلال خلال الفعاليات اللي راح تكون إن شاء الله في درب الساعي، الفترة الصباحية راح تكون مخصصة لطلاب المدارس، والفترة المسائية تكون حق العوائل. خلينا نتكلم على الفعاليات اللي راح تقدمونها خاصة في الفترة الصباحية، من خلال الفعاليات التوعوية، من خلال البرامج اللي مخصصينها خاصة حق طلاب المدارس، بعدها إن شاء الله نتكلم عن الفترة المسائية والأشياء اللي مقدمينها إن شاء الله للعوائل. الفترة الصباحية راح تكون مميزة بالنسبة للأطفال المدارس، راح يكون المعرض الرئيسي شغال، عندنا خيمة مخصصة لطلاب المدارس، راح يكون مشاركات المدارس نفسهم، نخلي المدارس كل مدرسة عندنا 20 مدرسة راح تشارك، كل مدرسة تقدم التوعية المرورية لأغرانها لآخرين بطريقتها. يعني تلاقي الروضة راسمة ممنوع الدخول، ممنوع الوقوف، المدرسة الإعدادية مثلا حاطة فكرة أن الإشارة، مجسماتهم، هم شغلهم نفسهم توعية لأغرانهم نفسهم. بالإضافة للغرية المرورية اللي هي شفناها في درب الساعي راح تكون متواجدة، وفيها فعاليات تدرج من الروضة حتى سن 18 اللي هي الرخصة، فعاليات جميل مختلفة للجميع. بالإضافة للفعاليات المصاحبة اللي مثل ما قلنا سوق واقف راح يكون شغال كامل طاقة، باقي الفعاليات الأخرى من ألعاب أطفال، من مبادرات شبابية راح تكون موجودة، الكل راح يشوفها إن شاء الله. هذه بالنسبة للفترة الصباحية. إذا بالنسبة للفترة المسائية هناك فعاليات كثيرة، طبعا بحكم أن الجو الفترة المسائية يختلف والجو معتدل، فراح يكون فعاليات الخارجية أكثر. عندنا مسرح راح يكون فيه ندوات مختلفة طول أيام المهرجان أسبوع المرور، من مهرجان شعري راح يكون ليلة بالنسبة للشعراء، راح يكون ندوة ليلة بالنسبة للإعلام، دور الإعلام في التوعية المرورية، راح يكون بالنسبة لسلامة الطرق والمشاريع الموجودة في دولة قطر راح يكون يتحدث فيها نخبة من المتحدثين المختصين في هالشيء، بالإضافة إلى المسرحيات اللي راح تكون موجودة، مبادرات الشباب، المبادرات الشبابية عندنا أكثر مبادرة عندك، أقدر أقول لك عندنا مناظرة بين المدارس. جميل. راح يكون في مناظرات موجودة بين المدارس على نفس المسابقة، راح يديرها نخبة من الأساتذة الأجلاء. المناظرات هذه لها سن معين اللي هي سن الكبار، بحيث أن يكون في مسابقة، في حماس، لها جوائز، لها وضع خاص. أيضا الطائرات اللاسلكية راح يكون متواجدين معنا، نشكرهم من خلالكم، راح يكون لهم يوميا فعاليات موجودة. النادي العلمي من خلال السيارات اللاسلكية راح يكون لهم تواجد، واختراعاتهم اللي في الشان المروري، السلامة المرورية، الأمور هذه كلها. المبادرات الشبابية الأخرى راح يكون متواجدين معنا إن شاء الله، الكل راح يشوف، لو أعد لك مبادرات كثيرة
بس انا يعني حد يعني تذكرت كم واحده بنعدها لكم، لكن هي كثيره يعني ما راح يلحق انه يخلص في يوم واحد المهرجان اللي في درب السعي. الله يبيض وجهكم، الامانه دائما ما في تميز بتواجدكم وهذه الفعاليه الطيبه، وخاصه باشراك الشباب والمدارس والجميع وجميع المؤسسات تقريبا يشاركون معاكم، والهدف سامي، الهدف سامي وراضي. لكن خلينا نتكلم شوي عن المعرض التوعوي المصاحب للفعاليه، راح يكون في هناك معرض توعوي، خلينا نتكلم شوي عنه واهدافه. طبعا المعرض التوعوي احنا راعينا انه يكون الجهات اللي لها علاقه بالسلامه المروري. نعم. ايضا هالسنه في شغله جديده، احنا راح نقدم خدمات مروريه، هذه من المفاجات اللي هتكون السنه، خدمات مروريه لرواد المهرجان من خلال الفحص الفني المتنقل. هناك محطه فحص فني متنقله بامكان الشخص انه يجي يفحص سيارته. جميل. وبامكاننا يدخل داخل، طبعا استقطبنا شركات تامين يمكننا يامن، وفي النهايه يجي عندنا ياخذ استمارته او رخصته في درب الساعي. في درب الساعي راح يكون موجود. ايضا الجهات، سالتني على الجهات، الجهات راح تكون جهات ذات علاقه، يعني التعريف بها من خلال مثلا محلات العازل. محلات العازل تشرح ايش اللي هو المناسب لتركيبها ومبار المخفي الكامل بالنسبه للامور هذه. نعم. جهات اخرى مثل المساعده على الطريق، في شركات يعني حديثه اللي هي المساعده على الطريق، يعني بامكانك انت لو تعطلت او عندك الاهل مثلا تعطل ولا شيء انه يستعين بهالشركات بدل ما يوقف في الشارع، ولا يستعين سهله كلها تليفون او تطبيق ويجيك على حسب الموقع اللي عندك ويساعدك. نحاول يعني نكون الامور الخاصه بالسائق المركبه او المستخدم الطريق يكون موجوده عندنا هنا. الفعاليات هذه كلها راح تفيدهم من خلال ايضا التطبيقات الجديده بالنسبه لقياده السيارات، بالنسبه لتعليم قياده السياره راح يكون في مدارس السواقه موجوده احدث تطبيقات، في تطبيقات جديده نزلت في المرور يمكن اكثر ناس ما يعرف عنها. اخر شيء بعطيك نبذه، اخر شيء اللي هو تجديد السماره. نعم. الان بامكانك نزلنا من كم يوم. صحيح. نعم. بامكانك صحيح. انك تجدد سمارتك وانت قاعد في مكتبك او قاعد في بيتك من خلال الشبك الالكتروني مع الفحص الفني والشبك الالكتروني مع شركات التامين، وانت قاعد في المكتب تطلب اختيارك يوصلها البريد الى حد مكتبك وتجيك سمارتك وانت قاعد. بس لازم اقوم باجراءات فحص السياره. فحص السياره لازم اوديها. لكن نتكلم مثلا عندك انت اذا عندك سياره جديده 3 سنوات ما عليها فحص. ممتاز. ما انت محتاج تروح المرور، يعني بامكانك انت تحمل التطبيق وتامن وتجدد وانت قاعد في مجال عملك او حتى في مجلس في البيت، يوصل هالك البريد. نشكر البريد على تعاونهم انه يوصل هالك المكان، او بامكانك انت تمر على اي قسم للمرور ويعمل لك طباعه وانت واقف، مش اجراء، تعطي الرقم رقم السياره ويطبع هالك ويقول لك تفضل، ما في اجراء بس مجرد طباعه. ممتاز. هذه الخدمات راح يكون التنويع عنها وراح نعلنها في اسبوع المرور، تكون مفاجآت للجمهور. وهي اوريدي نزلت في خدمه مطرح. موجودة. انا شيكت عليها، موجوده قبل يومين وصلني خبر على الواتساب، وشيكت عليها موجود التطبيق نزله، لكن سيتم الاعلان عنه اكثر والتوعيه فيه من خلال ان شاء الله يكون في اسبوع المرور على شكل اكثر، لان الان تقريبا استخدمها صار لنا كم يوم الناس استخدموا. صحيح. بالعكس. نعم. فرحانين فيه وعاجبهم. وفرت كثير من العناء. الله يبيض وجهكم. موفقين يا ابو محمد. ان شاء الله ممكن لو نرجع شوي نتكلم عن التعاون. انا صراحه اللي لفت انتباهي اكثر مدى التعاون اللي يكون في اسبوع المرور بين الاداره العامه للمرور مع سواء مع النادي العلمي او سواء مع المؤسسات والهيئات اللي موجوده او حتى المدارس. خلينا نتكلم عن هذا التعاون، يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم عن النادي العلمي. النادي العلمي اكيد ان عندهم اختراعات، اكيد ان عندهم بعض الاختراعات اللي ممكن تفيد دولها وتفيد المرور، يعني مثل هذه الأشياء هل صار في تعاون بينكم وبينهم أنكم تجربون بعض الاختراعات أو تسوون لهم نفس الفعالية الصغيرة خاصة في أسبوع المرور، ممكن تجربون اختراع الفلاني اللي يكون من النادي العلمي وممكن إن شاء الله يتطبق على أرض الواقع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور؟ هذه إذا تسمح لي أنا يعني أوصفها بوصف أحسن من يعني هي شراكة بيننا وبين. نعم. إحنا في شراكة مستمرة من خلال دعمهم، من خلال أمور المرور، إحصائيات، التقنيات الموجودة عندنا، دعمهم لحد ما يطلع المنتج اللي عنده ممكن إحنا نسوقه، ممكن إحنا نجربه له، ممكن نعرضه عندنا في إدارات المرور المختلفة لحد ما يأخذ التصريح اللي هو محتاجه أو يوصل نتائج البحث. الكل يعرف إن البحث يأخذ فترات. نعم. إحنا أي دعم الشباب هذول إحنا مستعدين فيه. حتى من خلال تواجده عندنا، تواجده في دوريات المرور، في أقسام المرور، محتاج إنه يشوف، يأخذ معلومة، دعم كامل لهم
في النهاية إحنا وياهم واحد، وإحنا جزء من الدول الحكومية اللي قاعدة تدعم الشباب في مختلف أنشطتهم. الله يبيض وجهك. بيض الله وجهك. محمد، دائما كان في هدف لإدارة المرور، ومن زمان هذا الهدف هو الوصول إلى نقطة صفر حوادث، صفر وفيات، وبإذن الله تعالى يتحقق مع هذا التطور، مع هذا مع إشراككم بإدارة الشبابية والابتكارات الشبابية لخدمة المرور الأمن والسلامة. خلينا نتحدث شوي عن كل ما ينتهي فترة أسبوع المرور، في هناك إحصائيات تقوم فيها لنشوفون أثر أسبوع المرور. نتكلم شوي عن النقطة هذه. عندنا قسم مختصص من الدراسات والمعلومات المرورية. من بداية من قبل أسبوع المرور هناك استبيان في جهات معينة عن الفعاليات هذه. أثناء أسبوع المرور في استبيان يتوزع بشكل مكثف على رواد مهرجان المرور. بعد أسبوع المرور في فئات من في استبيان آخر للمشاركين فيه. في النهاية الدراسة هذه بتطلع بدراسة مختصة، إيش اللي استفدنا فيه، إيش النواقص اللي كانت فيها، إيش المفروض أنه ينعمل إحنا ما عملنا، إيش المفروض إحنا نسويه السنة الجاية. الدراسة هذه ترفع المسؤولين، تأخذ فيها قرارات من خلال في بعض الأمور يحتاج لها تطوير إحنا نطورها، في بعض الأمور مثلا ناقصتنا في هالشيء أنا أضيفها في السنة الجاية. في النهاية يعني أنت تعرف مكانك وين، وين وصلت. الاستبيان هذا موجود وراح ينطرح، وعندنا قسم كامل يعني خلال كم شهر راح تكون الدراسة نازلة ونرفعها للمسؤولين والكل يأخذ إجراء، حيث أن السنة الجاية أكون أفضل من السنة هذه. اللي ما طرحته أتفاداه في السنة الجاية. في النهاية يعني الواحد يحاول يوصل لنا للهدف المنشود. نعم. أبو محمد، من بدايتكم لفعالية أسبوع المرور إلى يومنا هذا في هذه النسخة الجديدة، خلينا نتكلم على المستوى التوعوي. هل أنكم حققتوا الأهداف التوعوية اللي تحطونها كل سنة؟ من وجهة نظركم تشوفونها تحققت؟ الأهداف كثيرة، يعني الهدف التوعوي من خلال توصيل الرسالة موجود. من الأهداف الأخرى كسب شراكات جديدة. أنا لما يشارك معي 100 جهة، 100 الجهة هذه شراكات بيني وبينهم، أنا بعقد صفقات معهم، بعقد اتفاقات معهم، هو بيشاركني في الشال المروري، بيعطيني أفكاره. الشراكة هذه بعد أسبوع المرور بستمر في جهات أنا ما استمر معها، خلص أسبوع المرور بستمر معها في تعاون بيني وبينه، بيجي بشارك معي، أنا بروح لمكانه بشارك معه. استفادة كبيرة من أسابيع المرور من خلال التوعية المباشرة اللي راح تكون في أسبوع المرور، والتوعية اللاحقة من خلال مثل ما قلت لك الشراكات المستمرة اللي راح تستمر معنا مع جهات كثيرة. راح نعقد شراكات مثلا مع جامعة قطر، مع مركز النقل والسلامة المرورية، مع أشغال، مع النادي العلمي، مع التربية والتعليم. الجهات هذه أنا بستمر معها، وهذه نتائج تواجدهم معي في أسبوع المرور، راح استمرهم معي في دراسات وفي أبحاث تثري الجانب المروري. نعم، يمكن شفنا نتائج هذه الشراكات مثل شراكتكم مع أشغال وتوفير الطرق الوسيعة خاصة في مثل خط الشمال، خط شحنة وغيره، أيضا توفير نقطة إسعاف مع تعاقد معكم الدوريات المستمرة في هذه الشوارع، قللت من نسبة الحوادث اللهم لك الحمد، وإذا صار حادث لا سمح الله قلت من نسبة خطورة الحادث بتواجد إسعاف بشكل مبكر، أيضا تواجد الدوريات وتنظيم السير وغيره، حتى حركة سير المرور. في الأمانة يعني هذا التعاون الجميل قاعد نشوف ثمار اللهم لك الحمد، ونسبة حتى إن شاء الله بيكون في قراءة قريبة نسبة الحوادث وقلت هذه الحوادث بانت بشكل طيب اللهم لك الحمد. فيعني الأمانة تشكرون على هذه الشراكات اللي بالأول بخير قاعد تحقق أهداف المستفيدين منها أصحاب هذا الطريق من مقيمين ومواطنين وحتى زائرين، توفير سلامتهم على الطرقات، فهذا شيء للأمانة يعني سعيدين احنا فيه وسعيدين في النتيجة اللي وصلنا فيها. بالعكس، احنا الشكر للجميع اللي قاعدين يشتغلون في الطريق. احنا ما نتكلم عن المرور، المرور له شركاء، له الفزعة موجودين، له قوتنا من الداخل أخوية موجودة، فيه الإسعاف، فيه الدفاع المدني، أشغال البلدية، هذا كلهم شركاء لنا في الطريق لهدف واحد، المحافظة على سلامة المواطن والمقيم. الكل قاعد يشتغل عليها وإحنا شركاء معهم، وكلنا نكمل بعض. فهذه نتاج عمل جماعي والحمد لله نتائجها موجودة على الطريق. الله يبيض وجهكم. إحنا نرجع ونقول أسبوع المرور في درب الساعي لا يفوتونه، لا فعلا في استفادة كبيرة للأطفال والكبار والصغار والجميع. أيضا في مفاجآت أنا ما أبغي. هذه كامرتك وجه لهم كلمة. أنا طبعا أوجه دعوة للجميع، راح تكون إن شاء الله في مفاجآت من خلال الإجراءات المرورية اللي راح تتم هناك غير مسبوقة. أيضا في سحوبات راح تكون في ليليا، سحوبات عندنا على تركيب عازل كامل، دورة قيادة مركبات كاملة، إطارات،
شركات إطارات راح تكون موجودة ليليا نسحب على إطارات. طبعا هذا الشباب تهم الشباب جوالات راح يكون شركات الكل داعم. فعندنا ليليا تقريبا عندنا 10 سحوبات تهم جميع شرائح المجتمع من الشباب إلى العائلة للأطفال. نتمنى الجميع الحضور والاستمتاع بهذا المهرجان ودعمنا في نشر الرسالة المروية. بيض الله وجهكم. متميزين دائما. الله يبيض وجهكم. الرائد جابر محمد عضيبي مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في إدارة العامة المرور. شكرا لكم على المجهود الطيب اللي تقدمونه وتزويدنا بكل جديد. الله يبيض وجهكم. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم. مشاهدينا الكرام، عقدت وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة قطر ندوة لتعريف الشركات بالخدمات الجديدة الخاصة بالتجديد الآلي للإقامات مطراش 2. كشفت الإدارة العامة للجوازات عن خدمات ذكية جديدة تقدمها عبر مطراش 2 تتعلق بتجديد الإقامات وصلاحية تنفيذ المعاملات والخصم المباشر لسداد رسوم المعاملات الإلكترونية. الهدف اليوم من الندوة اللي هو تعريف قطاع الأعمال في دولة قطر بالخدمات اللي تقدمها الوزارة الداخلية، واللي تهدف إلى تسهيل أعمال المنشآت والشركات وتيسير أعمالهم وسرعة إنجازها. طبعا احنا نستفيد من الخدمات هذه باستخدام مطراش 2 أو موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. يذكر أن وزارة الداخلية تقدم خدمات إلكترونية متكاملة على مدار الساعة بست لغات أجنبية غير العربية، حيث تمكنت من تقديم أكثر من 5 ملايين معاملة خلال عام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها نتابع باقي فقرات برنامجكم ترحيب. حياكم الله مجدداً مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل، انطلقت في منطقة المارينا بورتو أرابيا بجزيرة اللؤلؤة فعالية النسخة الخامسة من معرض قطر الدولي للقوارب، والتي تستمر حتى 17 مارس الجاري. ويشهد المعرض مشاركة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية. افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات النسخة الخامسة من معرض قطر الدولي للقوارب الذي تنظمه شركة المناع بلاس للمناسبات. ويوفر المعرض منصة عالمية لكبرى العلامات التجارية تستعرض فيه أحدث منتجاتها أمام العملاء المحتملين من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، كما يقدم المعرض أحدث ما أنجزته الصناعة القطرية في هذا المجال. تميز الصناعة القطرية بقوارب جديدة مثل ما شفنا، وأصبحت الصناعة هذه تقفز قفزات جيدة، ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا المعرض. هذا المعرض فرصة رائعة لالتقاء العارضين مع المستهلكين تحت سقف واحد في مكان واحد. في شركات أجنبية وفي شركات محلية، التركيز على الصناع المحليين بالذات والعارضين المحليين، والصناع المحليين السنة يتنافسون على نماذج رائعة، تصاميم جديدة ترضي ذوق المستهلكين. المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط شهد مشاركة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال صناعة القوارب واليخوت ومحلات المستلزمات البحرية، حيث تم تسجيل أزيد من 70 عارضاً ومشاركاً هذا العام. الهدف المشاركة عندنا في المعرض إبراز هوية قطر من ناحية التراث البحري والمحافظة على الموروث البحري في صناعة السفن الخشبية والمجسمات والعمل اليدوي. في هالمعرض نبين حق الناس طريقة صناعة السفن الخشبية وشلون قطر محافظة على هالموروث البحري. والزين في المعرض أن عندنا عدة دول مشاركة فيه، ف
فيصير في تبادل خبرات. صار لنا في السوق حاليا 3 سنوات، والحمد لله رب العالمين كل سنة نطلع بشيء جديد. طبعا الصناعة قطرية 100%. معرض الدوحة دائما معرض بالنسبة لنا معرض ممتاز ومعرض مهم، نحرص دائما المشاركة فيه بشكل فعال، ونعرض يخوت جديدة دائما في كل سنة في المعرض. يذكر أن المعرض يضم العديد من الفعاليات الجانبية التي تهم الأنشطة البحرية والرحلات والمسابقات والندوات، ويتواصل المعرض على مدى 5 أيام في منطقة المارينا بورتو أريبيا بجزيرة اللؤلؤة. سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة تم تكريم رواد الحركة التشكيلية وفنانين آخرين من أجيال مختلفة، وذلك خلال اختتام فعاليات الملتقى العربي للفن التشكيلي. بحضور سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وعدد من كبار الفنانين والمثقفين القطريين والعرب والأجانب، اختتمت فعاليات الملتقى العربي للفن التشكيلي في نسخته الثانية، والتي تميزت بمشاركة 35 فنانا من دول عربية مختلفة تنتمي لمدارس تشكيلية متنوعة. نشكر جميع من زارنا في ختام هذه الورشة وعلى ضوءها هذا المعرض اللي تشوفه بمشاركة نخبة من الفنانين، كل واحد يعني نقدر نسميه مدرسة بحد ذاته، نقدر نقول مرحبا للجميع في دوحة الجميع. إخواننا العرب أهلا فيكم، أنتوا يعني بين أهلكم وبين إخوانكم، وبإذن الله مثل ما قلت لك نتطلع إلى مزيد من هذه الملتقيات، وهالشيء إن شاء الله يعني يثري الحركة الفنية بشكل عام إن شاء الله بإذن الله. اليوم الختامي للملتقى شهد افتتاح معرضا يضم نتاج الفنانين المشاركين وتقديم إبداعاتهم من خلال مواضيع إنسانية واجتماعية تعكس نبض العالم العربي، وذلك في قالب إبداعي متميز. مستوى الفنانين المختارين اختيار جميل جدا السنة دي، وطبعا من الرواد الحركة التشكيلية للدول العربية، وهذا لنا الشرف بوجودهم ويكون نحن معاهم. إن شاء الله يستمروا في هذه الاستمرارية ونحن وياهم دائما. أنا سعيد أن أكون بين كوكبة من الوطن العربي، كوكبة كنا نشوفهم مثلا في الانستغرام، وهي صار هلا في هالملتقى تشوفهم، شوف العين هو يشتغل، وصارت حوارات ونقاشات جدا جدا عالية. مشاركة كثير رائعة حبيتها، لأنه أنا أول مرة أشارك في الملتقى، وطبعا الملتقى كان بيضم كثير فنانين عرب، أنا استفدت منهم وهم استفادوا مني، شفت لوحاتهم، شفت أساليب الرسم بتاعتهم، فبدور أن أنا استفدت، وأنا كثير انبسطت أني كنت متواجد معهم. حري بالذكر أن هذا الملتقى يسعى لنشر قيم السلام، كما أنه يساهم في النهضة الثقافية والإبداعية في الدولة. يعد التكريم والتقدير أمراً مهماً لنشر مناخ إيجابي يحفز على العمل والإبداع والجد والاجتهاد، حيث سيكون التكريم دافعاً لأن يسعى المكرم نحو مزيد من التميز والإبداع. نعم، الحديث أكثر عن ثقافة التكريم وأهمية نشره في المجتمع، معنا في الاستوديو سيد مسعد الحجاجي خبير تنمية بشرية. حياك الله يا أبو سيد. حياك الله وسلمك، حيا الله سيد المشاهدين الكرام. الله يرحمك. الله يحييك يا أبو سيد، شرفتنا ونورتنا، شرف لنا بالتواجد معكم في هذا. الله يحييك. خلينا نتكلم أو نعطي نبذة بشكل عام عن ثقافة التكريم. ثقافة التكريم أعتقد لا يمكن أن يعيش الإنسان
بشكل عام بدون تكريم؟ ومتى بدأ التكريم؟ نعم، التكريم بدأ من عملية خلق الإنسان، لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي خلقه الله بيده، وجاء تكريم الإنسان في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العظيم. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن الملائكة قالت لله سبحانه وتعالى: خلقتنا وخلقت بني آدم يأكلون ويشربون ويتزوجون وينسلون وليس لنا من ذلك كله، فجعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. وهذا أيضا دليل على تكريم الإنسان. كذلك عملية التكريم يجب أن تكون باختصار عملية لتكريم من يقوم بالعطاء لزيادة العطاء. لذلك نحن كما قالت سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حفظها الله، نحن لا نكرم من يقوم بعمله، ولكننا نكرم من يبدع في هذا العمل. فالتكريم يكون للإبداع والابتكار والإتقان. نعم، الله يعطيك العافية. سيد الدولة أيضا تسعى لنشر ثقافة التكريم في المجتمع، سواء كانت التكريم من ناحية التمييز في التعليم أو عن طريق جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية. لو نتكلم عن أهمية ثقافة التكريم في التحفيز على الإبداع داخل المجتمع. طبعا عملية التكريم عامل رئيسي جدا في عملية التحفيز، وهي دافع للاستمرارية. عملية التكريم بالنسبة للمكرم تحفيز داخلي وخارجي، حيث أنها تحثه داخلا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد وزيادة البذل فيما يقدمه من أعمال وتجويدها، وأيضا خارجيا لأن هذا المكرم سيجد صدى إيجابي لما قدمه لدى الآخرين، فهذا أيضا حافز آخر يضاف للحافز الداخلي. لأن مثل ما نقول أن التكريم يبعث أو وقود للحافز الداخلي لتقديم المزيد، فهو أيضا وقود خارجي لهذا الوقود الداخلي. نعم، نعم. بما أننا تكلمنا أو أخوي أحمد سأل عن أهمية التكريم في المؤسسات أو الهيئات، أنا أقول لك أهمية التكريم داخل المؤسسات التربوية والتعليمية، خاصة عند المعلم والطالب، وشون ننعكس عليهم هذا الشيء. طبعا قبل أن نبدأ في الطلاب نبدأ بالمعلمين. نعم. تكريم المعلم أساس مهم جدا في استمرارية عطائه وتميزه. تكريم المعلم نابع من تقديرنا لما يقوم به من جهود، ويجب أن يكون التكريم كما تعودنا في بلدنا ولله الحمد نابع على عطاء هؤلاء المدرسين، فلا يكرم إلا من يستحق، مع أنهم ولله الحمد على مستوى عالي جدا من الإجادة، يعني سواء مدرسين القطريين ولله الحمد أيضا لديهم القدرة والكفاءة، كذلك الأخوة العرب الذين نستعين بهم في مدارسنا المختلفة. إلا أن التكريم هو عملية لتمحيص وتمييز الأميز من المتميزين، وهذا مهم جدا لدفع التنافس بين المعلمين من أجل العطاء الذي ينعكس بطبيعة الحال على طلابنا اللي هم عيالنا وإخواننا وأبنائنا ورجال المستقبل الذين ستقوم عليهم قطر وتعتمد عليهم إن شاء الله بالكثير. التنافس وتكريم الطلاب في خلال مسابقات البحث العلمي، في خلال الأبحاث التي يقدمونها، هذا أيضا دليل على سعي الدولة لغرس أهمية البحث العلمي وتكريمهم، إنما هو دليل على عطائهم. فالدولة عندما تكرم طالب لازال عمره في 15 سنة في 16 سنة تغرس في ذاته أن عملية التكريم واجب من المؤسسة، والتي تتمثل هنا في الدولة مثلا أو في وزارة التعليم مشكورة على تكريم هؤلاء الطلاب. فيكبر هذا الطالب وهو مزروع أو ينتمي إلى المؤسسة التعليمية أو المؤسسة التي قامت بعملية التكريم من أجل أن يصل بهذا التكريم إلى حب العطاء في وظيفته مستقبلا. نعم، التكريم يدخل في جوانب عدة، حتى من ناحية لو نتكلم عن الناحية الأسرية في التربية يدخل في منطوق الثواب والعقاب، من أحسن التصرف وتميز سلوكيا في البيت وابداعيا وغيره يتبع أبو الأسرة أو الأم أو من يتبع أسلوب التربية في البيت
مثل ما ذكرت اسلوب الثواب والعقاب، كيف يسهم هذا في تعزيز سلوك الطفل في البيت او الابن او غيره؟ بطبيعه الحال ان التربيه بالقدوه هي المثال الحقيقي الى ذلك، ولكن عندما يتساوى الابناء المسيء والمجيد في عمليه الاستحقاق الابوي فان هذا سيفقدهم قيمه الاجاده او قيمه العمل الجيد. ولذلك عندما ينظر هؤلاء الابناء ان الاب او الام او الام يكرم الابن المجيد فسيكون حافز للاخرين نعم. على تقليده وايتاب العمل الجيد. فهنا لابد ان يواظب او الاب والام او ولي الامر غياب الاب والام لا قدر الله على عمليه تكريم هؤلاء الابناء ودفعهم الى الامام من خلال تكريم المجيد فيهم والمطيع. المجيد من عده مجالات، قد يكون مجيد اكاديميا، مجيد خلقيا، مجيد اجتماعيا، يجب ان يراعيها ولي الامر الاب او الام في هذه الحاله. نعم ابو سعيد، على صعيد القطاع الخاص لا يحد يكون اسلوب التقييم والتقدير اللي ممكن يكون محفز ويكون زياده لانتاجيه الموظف نفسه. بطبيعه الحال التكريم مهم في جميع القطاعات، ولكن نعم. في القطاع الخاص قد يثير التنافس بين الموظف الذي يسعى لتكريس تواجده في هذا المجال والمؤسسة التي تقيم حفل سنوي أو بين فينة وأخرى بتكريم موظفينها، تحافظ على عملية التنافس بين هؤلاء الموظفين بحيث أن عملية التنافس تؤدي إلى زيادة الإنتاج، زيادة الإنتاج يؤدي إلى بقاء الشركة أو المؤسسة في مرحلة تنافسية ومرحلة استمرارية في القطاع الخاص. ممكن هذا الشيء نشوفه بسعيد إذا رحنا أي قطاع خاص أي شركة خاصة، نشوف مثلا الموظف موظف الشهر المثالي، يعني هذا الشيء ممكن أنه يكون شيء بسيط، موظف الشهر موظف مثالي، هذا الشيء شلون ممكن ينعكس على الموظف نفسه خاصة في روح التنافس اللي بينهم زيادة الإنتاجية. ممكن مثل ما ذكرت من كلامك في البداية أنه بيزيد روح التنافس من بينهم، ولكن هذا الشيء إذا تطبق نقول في مؤسسات ممكن أنه يفيد بعد. طبعا عندما أكون أنا وأنت في نفس القطاع أو في نفس الوظيفة ونتنافس على العطاء، وعندما يتم تكريمك فأنا في قرارة نفسي أرى أنك انتصرت نعم. وهذا سيؤدي إلى أن أزيد الجهد ويشعل لدي فتيلة الاشتعال الإيجابي للمنافسة أكثر. فأنا وأنت وصلنا إلى مرحلة التنافس من أجل العطاء وليس من أجل المنافسة أو خسران بعض. ستجد أننا نتنافس لتقديم الأفضل لهذه المؤسسة. مثل ما أنت تفضلت، يعني قد يكون التكريم معنوي، قد يكون مادي، قد يكون فكتاب شكر أو الموظف المثالي لهذا الشهر هو كفيل بزيادة الحافز الوظيفي لهذا الموظف. الكثير حق الموظف نفسه طبيعة الحال يعني. نعم، لو نتكلم عن الدورات، ما أن فيه اهتمام من قبل الدولة من قبل أرباب الأعمال وغيرها على نشر هذه الثقافة، ثقافة التكريم، لو نتكلم عن تقديم الدورات وأيضا الندوات للهدف من نشر هذه التوعية، كيف ممكن تسهم بذلك؟ بالنسبة للدورات طبعا نحن هنا لا نقول أن الدورة تكون بالمطلق كنوع من التكريم. هنالك بعض الدورات نعم ممكن أكافئ فيها الموظف المتميز، ولكن في الأساس الدورات وضعت لزيادة الإتقان وتجويد عمل هذا الموظف. لذلك المؤسسات التي تهتم بعملية التدريب سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص تعرف تماما أن الوصول إلى هذا التكريم يبدأ ببناء الموظف، لن يستطيع الموظف الوصول للتكريم إلا ببناء ذاته سواء ذاتيا أو مؤسسيا. المؤسسة تطرح بعض الدورات التي من خلالها يتطور أداء الموظف، كان تقدم له التدريب على برامج جديدة، إذا كانت في السوفتوير تقدم له التدريب على الآلات الحديثة. أعتقد بسعيد التكريم في هذا الجانب، جانب الدورات، يكون مثلا كإحصاء لمدى استفادة الموظفين من هذه الدورة. مثلا أنا أشوف هذا المستوى أنه وصل لمستوى أن أنا كرمه في الدورة، مثلا وصل للمستوى اللي أنا أبيه كوضع هدف في هذه الدورة، أنه من يجتاز أهداف هذه الدورة يحصل على تكريم. أعتقد حتى يساهم في أنا كدورتي أعرف مدى نجاحها عن طريق منافسة الموظفين في تحقيق أهداف هذه الدورة. عندما يكون التكريم لاجتياز الدورة نعم، لأن أنا عندما أختار الدورة وألحق بها موظفيني يجب أن أختار الدورة وفقا لمعايير
تخدم المؤسسة وأن تكون هذه المعايير قد تكون عالمية أو إقليمية أو مؤسسية تنطبق عليها بعض معايير الآيزو أو ما إلى ذلك. فعندما يجتازها الموظف أنا باجتياز الموظف تأكدت أن هذا الموظف أصبح على كفاءة معينة واجتيازه لها يستحق عليه التكريم لما هي فيها من صعوبة أو فيها من إجادة أو إمكانيات كبيرة. نعم. فنعم. الله يبيض وجهك يا أبو سعيد. الله يسلمك. سيد مسعد الحجاجي خبير تنمية بشرية شكرا لك ولتواجدك معانا والمعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها. الله يعطيك العافية وما قصرت. الله يسلمكم وكلنا في خدمة هذا الوطن إن شاء الله. الله وجهك. الله يسلمك وأنتم زود. مشاهدينا الكرام فاصل أخير وبعدها نتابع ما تبقى من برنامجكم ترحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، والآن ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام إلى سوق واقف مع نديب قناة الريان الفضائية قانم العلي ليطلعنا على أجواء سوق التمور الموسمي في سوق واقف. قانم الكلمة عندك. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، الله يمسيكم بالخير، ارحب فيكم من سوق واقف في تغطية قناة الريان لسوق التمور الموسمي. هذا السوق اللي انطلق من شهر فبراير الماضي وراح يستمر حتى بكره لشهر تقريبا، راح ينتهي بكره هو اليوم الاخير. ناخذ تفاصيل اكثر عن هذا السوق، نتعرف ايضا عن احد المشاركين في سوق التمور الموسمي، نتعرف على ضيفنا من سلطنة عمان وايضا صاحب محل من المحلات المتواجده. مساك الله بالخير يا مرحبا بك. الله بالنور والسرور يا سيدي، كيف الحال؟ عرفنا بس اسمك وعرفنا باسم محلك. اسمي احمد عبد الله، اسم محلي تمور صحار. نعم يا مرحبا بك اخوي احمد. اخوي احمد كلمني عن انواع التمور اللي موجوده عندك في المحل. والله تمور كثيره عندي، تمور اول شيء بالعسل الطبيعي والمكسرات، تمور بالحلوى العمانيه والمكسرات، عندنا تمور بالطحينيه، تمور بورق الليمون مع ورق الليمون مع البهار العماني، وعندي تمور باللوتس بسكوت اللوتس، وعندي تمور بالزعفران، وعندي تمر بالكاكاو اللي هو الجديد، الخلطة اللي قبل يومين نزلناها بسوق واقف في مصر التمور. نعم شيء طيب، شلون شفت الإقبال على منتجات التمور اللي عندكم؟ والله الإقبال من أول يوم، يعني نحن الحمد لله بكرة آخر يوم وكملنا شهر، يعني من تاريخ 15/2 لتاريخ 15/3 الإقبال كان كثير يعني من قبل أهل البلد، أهل الدوحة الكرام والناس البقية. اي نعم. حلو، شيء طيب. مشاركتكم خلاص بكره ان شاء الله معودين عمان، بعد ما يخلص المهرجان بكره معودين عمان ولا لا متواجدين هنا في قطر مشاركين في الفعاليات الثانيه؟ والله متواجدين ان شاء الله، بكره ما بنرجع، بنكون ان شاء الله على الاسبوع القادم او تاريخ 18 بكون في درب الساعه مشاركين هناك. ويا مرحبا ويا اهلا وسهلا، اذا ما حصلتونا في سوق واقف تعالونا في درب الساعه، موجودين لمده تقريبا 10 ايام او سوى حوالي اسبوع. بيكون موجودين ان شاء الله وننتظركم ان شاء الله باذن الله. بسالك عن انواع عن التمور اللي موجود عندكم، التمور كلها بكافه انواعها كلها عمانيه؟ كلها عمانيه، نعم، من تمر الخلاص، ونحن نعملها هي مدلوك نسميه بالعماني، ونعملها خلطات. خلطات هذه نحن نعملها بنفسنا في المصنع يعني، والحمد لله عليها الاقبال يعني كثير يعني. اي نعم. الله يعطيك العافيه اخوي احمد، احنا ايضا نتمنى لكم التوفيق وكل الشكر لك. شكرا جزيلا لقناه الريان والمذيع المخضرم. شكراً، كل الشكر لك، الله يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الكرام هذا اللي موجود عندي في سوق التمور الموسمي، وحب أذكركم أن شاء الله بكرة الخميس 15 مارس بإذن الله راح يكون اليوم الأخير لهذا المهرجان. اللي ما زار المهرجان بكرة موجود، بكرة الآخر يوم وكل المحلات موجودة، وأيضا اليوم فاتحين لين الليل. هذا اللي موجود عندي، ننتقل للاستديو ترحيب. نعم كل الشكر لك يا أخوي غانم، ونذكركم بعد مشاهدينا ومستمعينا الكرام بكرة آخر يوم لمهرجان التمور، حياكم الله ويا مرحبا ومسهلا فيكم. نعم مشاهدينا الكرام، وفي موضوع آخر، أجريت قرعة توزيع المجموعات ومسابقات كأس سمو الأمير المفدى لكرة السلة للرجال بنادي الغراب.
نظم الاتحاد القطري لكرة السلة مؤتمراً صحفياً للوقوف على آخر الاستعدادات لمسابقة كأس سمو الأمير المفدى للرجال، كما أجرت القرعة على هامش المؤتمر بالإضافة إلى توزيع المجموعات لمسابقة كأس سمو الأمير المفدى للرجال لكرة السلة. جاءت القرعة على شكل مجموعتين مكون من 4 فرق بالإضافة إلى سحب قرعة خاصة للفريق الخامس لوضعه ضمن إحدى المجموعتين. تتضمن المجموعة الأولى 4 فرق وهي نادي الغرافة بطل النسخة الماضية من البطولة، ونادي السد، ونادي الخور، ونادي الشمال. وحل في المجموعة الثانية نادي العربي بطل الدوري، ونادي قطر، ونادي الريان، ونادي الأهلي، ونادي الوكرة. وبذلك مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. لاقتراحات واستفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام أو السناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. في أمان الله. مع السلامة.